الله. لا بالتوفيق، ومنتظرين يوم 13 وهيصه ان شاء الله. قبل ما اروح لعلاء الدين بس عندي سؤال. انت ما شاء الله عندك زي ما قلت محطات مهمه وتجارب مختلفه، يمكن اغلبهم مش شبه بعض قوي. ايه التجربه اللي نفسك تعملها ولسه ما جاتش؟ لا حاجات كتير والله، ما يعني دايما ايه اللي يعني انا ببقى عارف ما اعملش ايه. طب ما تعملش ايه يعني؟ لا يعني قصدي مش ايه معين، يعني قصدي يعني انت بتعرف مثلا يجي لك الفيلم او المسلسل، لا تقدر تخرج ده بتعرف اللي مش عايز تعمله بيبقى واضح قوي، لكن اللي عايز تعمله لا كبير كتير لسه ما عادش حاجه يعني. لا يعني لسه بس في حاجه يعني في حاجه كده زي مايل ستون كده نفسك الدور ده تعمله، دور شخصيه كاست معين عايز تشتغل معاه. يعني ماشي يعني يعني نفسي اشتغل مخرج اصدق يعني مثلا ممكن، يعني انا ما اشتغلتش مع استاذ شريف عرفه نفسي اشتغل معاه، اشتغلتش مع استاذ مروان حامد نفسي اشتغل معاه، يعني في مخرجين كده نفسي اجرب. حلو، في شخصيه معينه نفسك تعملها؟ والله ما فيش قوي يعني دلوقتي حاجه في دماغي اقول لك عليها، بس نفسي اعمل حاجه ليها علاقه بالرياضه يعني بال يعني عارف اللي هي الحاجات هو هيصه مش رياضه قوي يعني. لا في سكة يعني هو في شويه كوره وطبعا. لا انا قصدي عارف الافلام اللي هي بتبقى معتمده على الحاجات اللي قصه نجاح قصه نجاح رياضيه بحبها قوي. حلو قوي دي قوي قوي يعني. لا وبره كمان في افلام كتير في السكه دي، عارف اللي هو بتبقى عارف ان هو هيكسب الماتش بس بتاخدك كده الحماس الحماسه بتاعت نفسي اعمل الحاجات دي. وانا يمكن كمان عشان كنت بطل جمهوريه في كونغ فو فممكن اجرب بقى اعمل حاجه ليها علاقه بالكده ممكن. لا لا ما شاء الله عندنا في الالعاب الفرديه دلوقتي يعني نجوم كتير ما شاء الله. بالظبط يعني قصدي لو تجيب حاجه كده وتعملها تبقى لذيذه. بطل بقى تايكوندو بطل كونغ فو حاجه كده قصه، عارف ان الناس اللي هم يعني انا في فيلم حبيته جدا جدا كان دوكيومنتري شفته قريب كان اسمه عشيه وحش، شفته؟ لا شفته بتاع صاله كده بتاعت الناس اللي بيلعبوا رفع اثقال في اسكندريه تقريبا. لذيذ قوي قوي يعني. لا انا اخر حاجه شفتها في السكه دي كان الفيلم بتاع ويل سميث اللي عاملين فيها قصه سيرينا ويليامز وقتها. ده كان خطير خطير لذيذ قوي. بتجيب لك طبعا سكه عظيمه بتجيب لك تفاصيل كده وملهم يعني اي حد يشوفه حتى لو بيشتغل حاجه تانية عارف صح. الصعوبات اللي بيدي لك حماس يعني الناس دلوقتي ما شاء الله احنا بسيره محمد صلاح هم بيشوفوا محمد صلاح دلوقتي ويقعد يقول لك العقد بكام ومش عارف ما شاء الله انت ما شفتوش هو تعب قد ايه صح يعني هو فلما تشوف المسيره دي تديك امل. الدراما الحقيقيه مش دلوقتي انت بتشوف النتيجه وده قيسه بقى في كل الناس اللي بيشتغلوا اللي اتحققوا هو عنده حبه كده حلوين ان محدش يعرف عنهم حاجه صح فاهم قصدي وكل ان محدش بيطلع يتحقق كده يعني بسهوله يعني انا فاكر كنت لسه بتكلم مع ابن عمي هو مهندس ومش عارف ايه وكنا بنتكلم وهو شايف النتيجه وبيقول لي انت الوحيد اللي فلحت في العيله كان هو مهندس برضه فعشان قلت له لا الموضوع ملوش كده الموضوع انا بالنسبه لي انه حد يبقى عارف هو عايز ايه او نفسه يعني عارف اللي انت بس وتمشي. قلت له انا في 10 سنين من 2002 ل 2010 او 8 سنين محدش عارف عنه حاجه فهي الحاجات ما بتجيش كده صح ودي المحطات اللي بتبقى بالزبط. مهمه عشان بتدي دروس للناس انه مفيش حاجه بتيجي بالسهل في حبه بتتعب فيهم قوي ولما بتسعى ربنا بيكرمك بعد كده. انا نفسي اعمل فيلم ليه الحكايه دي بصراحه لانها بقول لك تبقى بتشوفه كده ملهم كده انت لما بتتفرج على الافلام دي بتخلص الفيلم بتحس ان انت عايز يلا بقى انا عايز اشتغل صح.